رمضان خلاص قرب ومفيش غنى عن الليمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أسماء ديهي. النهاردة إن شاء الله هنتعرف مع بعض إزاي نفرز الليمون وإزاي نستفيد بقشر الليمون في المخلل. هتقولي لي إزاي؟ هقولك خليكي معايا للآخر. طبعا الليمون مازال رخيص جدا، سعره بيتراوح ما بين 6 جنيه ونص و 8 جنيه و 10 جنيه. يهل علينا رمضان، كل عام وحضراتكم بخير، بيوصل سعر الكيلو ل 40 جنيه. ويهل علينا العيد، يوصل الكيلو 100 جنيه. ليه مش عارفه؟ تعالوا بينا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الطريقه ازاي. قدام حضرتك 3 كيلو من الليمون. احنا هنا مش مقيدين بأي كمية، أي كمية حضرتك حاجي بيها اشتغلي بيها. بقسم الليمونة من النص زي ما حضرتك شايفة، وباخد الليمونة بعصرها عادي خالص في عصارة الليمون. ما عندكيش عصارة ليمون، هقولك دلوقتي تعملي ايه. طبعا لو حضرتك استخدمت عصارة الليمون زي ما انا شغالة، مش محتاجة حضرتك انك تصفيه. عصري بقى كل الكمية بالشكل اللي حضرتك شايفاه. بص انا بعمل ايه كده، اي طفل او بذر من الليمون بينزل معاه في العصارة، شايفين؟ مرة والتانية والتالتة برمي البذر ده. خلاص هعمل لك دلوقتي شوية مخلل بقشر الليمون، ملهمش حل. خلصنا كل كمية بالشكل اللي حضرتك شايفاه. بصي كده معايا، هنعتبر ان دي الليمونة لسه ما عصرناهاش. بنزل على كوباية او على الدورة اللي حضرتك هتشتغلي فيه وبتعصري زي ما انا كده شغالة. بحطه في مكعبات التلج زي ما حضرتك شايفة كده، وبسيبه لما يتجمد تماما تماما زي ما اكون بجمد مية. بعد ما بيتجمد معايا بنزل بيه في علب حافظة زي ما حضرتك شايفة كده. مش عايزة اقول لحضرتك سنة اتنين تلاتة اربعة لو حبيتي ولا بيجرى له اي حاجة، بس اهم حاجة حبيبة قلبي الفريزر ما يتفصلش عليه ابدا. شايفين؟ اجي بقى انزل بيه في المكعب، بعمل ايه؟ بقلب الدورق زي ما حضرتك شفتي كده عشان ما يبقاش تركيز اعلى من تركيز، وبنزل في المكعبات بالشكل اللي حضرتك شايفاه. كل مكعب من ده بيعادل ليمونه. لو حضرتك عايزه نص ليمونه ما تبنيش المكعب للاخر. خلصت كل الكميه بالشكل اللي حضرتك شايفاه. بصي كده معايا، بقفلها بقى كويس جدا وعلى الفريزر على طول. اهم حاجه حبيبه قلبي اول ما الليمون يجمد معانا وتفضيه من المكعبات في الطبق او في البوله او في الكيس او في العلبه ايا كان اللي حضرتك هتخزنيها فيه، على طول تدخليه الفريزر قبل ما تملي المكعبات للمره الثانيه عشان ما يسحش مننا ويرجع تاني ميه. تمام. جبت بقى بعد كده قشر الليمون زي ما حضرتك شايفه كده، بقطع الواحده اتنين او على اربعه زي ما حضرتك تحبي. تمام. بنزل عليهم بميه من الحنفيه هادي خالص. اهم حاجه حبيبه قلبي الميه تكون مغطيه سطح الليمون، وخدي بالك عشان بيفور. هاخد بقى الكلام ده كله وهوديه على النار، اللهم اجرنا من النار، وهسيبه يتسلق سلق كامل. لاحظي حبيبتي ان ده قشر ليمون مش ليمون. في الوقت اللي الليمون هيتسلق فيه او قشر الليمون هيتسلق فيه، جبت اتنين جزره قشرتهم الاول وبشرتهم بشر ناعم، نزلت عليهم بنص كوبايه من الملح، معلقتين كبار من الكركم، وده اساس حبيبه قلبي وهقول لك ليه دلوقتي، نص كوبايه من الشطه الحمراء السبايسي. بالنسبه للملح حطي ملحك وقلبي، لقيتيه ملحه حلو خلاص بالنسبة لك عادب زودي ملح. نص كوباية من الزيت،
معلقة من الحبة السوداء أو حبة البركة، 3 معالق كبار من العصفر، ده عصفر حبيبتي مش زعفران. خلاص مش عايزة أقولك هتاكلي حبة ليمون معصفر ملهمش حل، طعمه حلو قوي قوي. بالنسبة لسلق الليمون أخد مننا قد إيه؟ ياخد مع حضرتك زي ما ياخد. أهم حاجة حبيبة قلبي يستوي كويس جدا، لأن ده قشر الليمون يعني خالي من مية الليمون اللي هي بتخليه يستوي أصلا لما بيتخلل. خلاص قلبي بقى الكلام ده كله، وهاتي يلا الليمون أو قشر الليمون بعد ما سلقناه كويس جدا، هتشوفي دلوقتي معايا. بصي كده بيتقطع معايا بكل سهولة، شايفة الكلام؟ ايه رأيك؟ لازم حبيبتي يوصل للمرحلة دي في التسوية. انشيلي بقى الليمون من المية بتاعته، وحاولي بقدر المستطاع ما تصفهوش قوي، يعني حاولي تطلعي فيه نسبة مية صغيرة. الليمون سخن والخلطة معانا باردة، أول ما هنخلله دلوقتي ونحطه في البرطمانات هنسيبه بره التلاجة لمدة أسبوع. بعد كده حضرتك هتاخديه كده هلابيلة بالبرطمان بتاعه المتخلل فيه وهتحطيه جوه التلاجة، لأن زي ما قلت لحضرتك إحنا مخللين قشر ليمون يعني بدون مية ليمون، وأكيد حضرتك عارفة إن مية الليمون هي اللي بتحفظه بره التلاجة. خلاص وإن شاء الله 10 أيام تفتحي عليه وتاكلي بألف هنا وألف شفا. وزي ما قلت لحضرتك في المرحلة دي قلبيه، احتاج ملح حطي بالنسبة لحدق حضرتك، مش عاوز ملح يبقى كده تمام. اخدت مية الليمون وعقمت بيها البرطمانات زي ما حضرتك شايفة، انزلي بقى كده بالليمون واحدة واحدة وكبسي بقى البرطمان بالمعلقة على قد ما تقدري عشان نطلع منه اي هواء. دي كده وقعت مش هرجعها تاني، حطي وجبسي. الكركم فايدته لاخر حته من الليمون لونه زي ما هو اصفر، سيبي مساحه عشان هننزل بمعلقتين تاني من الزيت. بصي الكميه طلعت قد ايه، كميه محترمه. ده بقى اللي قدام حضرتك انا بقالي شهر عاملاه وباكل منه، بصي جمال، شايفه اللون شكله ايه؟ لآخر حباية لونه ما بيسمرش معانا. شكرا ليكم، مع ألف سلامة.